على هامش افتتاح السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مشروعات الإنتاج الحيواني والألبان والمجازر الآلية بمدينة السادات بمحافظة المنوفية. التقى السيد الرئيس بالإعلاميين، حيث دار حوار تناول معظم القضايا التي تهم الرأي العام. كل سنة وانتم طيبين، سعداء بيكم. ممكن اخذ 3-4 سنة بس. بالتأكيد كل زملائنا والمصريين بشكل عام قلقون بشأن الآثار المترتبة على الحرب الأوكرانية على الشأن الداخلي. حقيقة تحدثت باليوم أنه نحن تحملنا القدر الحد الأدنى من المشكلات في ارتفاع الأسعار. هل مقبل الأيام سيشهد ارتفاعات جديدة فيما يتعلق بتكاليف المعيشة على المواطنين جراء هذه الحرب؟ هل أعددنا ما يمكن المواطنين من تحمل هذه الأعباء إذا ما حدثت، سواء في قطاع الطاقة أو في قطاع الأمن الغذائي؟ طب خليني أقول، يعني احنا دايما حريصين على احنا يبقى عندنا 6 شهور من السلع الاساسيه اللي هي ممكن تبقى يعني ذات تاثير مباشر على الاسره، فده الى حد ما متسيطر عليه. هو السؤال المهم، طب لغايه امتى؟ وده اللي انا كنت بتكلم فيه النهارده، يعني لغايه اخر السنه ماشي، هنقدر احنا كدوله مع بعضنا ان احنا نخلي الاسعار متسيطر عليها ومبادرات اخرى يعني. اذا هي القضيه، السؤال المهم واجابته، احنا نستطيع ان احنا نتعايش مع الوضع ده حتى نهايه العام ان شاء الله. ولكن اللي انا بقوله لينا كلنا، لكل الناس، للمجتمع المدني، بقوله للحكومه، بقوله لنفسي، بقوله حتى للشعب المصري، انا عمري ما اتكلمت في موضوع يعني ايه استهلكوا او ما تستهلكوش خالص، لدينا وبراحتكم واعملوا اللي انتوا عايزينه. ولكن أنا متصور إن كل حاجة هنقدر نخلي الحد الأدنى من الإنفاق فيها هيساعدنا. لكن إحنا عندنا الحمد لله رب العالمين زي ما قلت كده ما يكفينا حتى، وعشان كده وجهت الشكر لأشقائنا وأهلينا الفلاحين في مصر إن هم وردوا حتى 4 مليون طن، وده يخلي مع اللي موجود يكفي لغاية 6 شهور. أولا شكرا طبعا على إتاحة الفرصة لنا سيادة الرئيس. أنا يمكن هخرج عن الموضوع الداخلي واتحدث عن الموضوع الإقليمي، وإحنا مش بعيد لأن ده كل ده أمن قومي بيأثر علينا. مصر بتستضيف حاليا المسار الدستوري الجلسة الجولة الثالثة ليبي، وطبعا موضوع ليبيا شائك جدا، وإحنا شايفين أنه شديد التعقيد، ومصر بتحاول جاهدة. لكن رؤية حضرتك لهذا الموضوع، وخصوصا ان احنا عمالين نشوف ان هو بيزداد تعقيدا كل مادة، فهل فعلا الافق السنة الجاية دي هنلاقي انفراجة فيها ولا مزيد من التعقيد في ظل ما نراه؟ سؤالي معلش الاخر برضو بيتعلق بالجانب الاشقاء من المملكة العربية السعودية ومن الامارات. المملكة العربية السعودية اودعت 5 مليار دولار مؤخرا، هل هناك مزيد من الايداع في البنك المركزي؟ لان احنا عارفين ان يمكن الوضع الاقتصادي اللي بتمر بيه العالم وبتمر بيه مصر محتاجين كل دعم من الاشقاء العرب. شكرا يا فندم. خليني اقول في السؤال الاولاني اجاوبه على حاجه، يعني على جزئين. جزء لينا كلنا، انتوا دايما كنت تسمعوني اقول ايه، اقول خلي بالكم من بلدكم، مش كده؟ فكان الناس مستغربه قوي، يقول لك يعني بقول كده ليه، ودايما بيكررها، هو خايف من حاجه؟ لا، هو انا عايز اقول ان احنا ما عندناش عذر قدام انفسنا وقدام التاريخ وقدام ربنا بعد كده ان احنا نضيع بلدنا. مش بتكلم على مصر، بتكلم على كلنا، كل الدول العربيه. ليه ما عندناش عذر؟ لان النهايه ان ربنا ادانا تجربه مرئيه لينا، احنا شايفين، بنشوفوا ليبيا وبنشوفوا دول اخرى، مش كده؟ فده الجزء الاولاني، ان احنا ما عندناش عذر ان احنا ما نخليش بالنا من بلدنا. ثاني نقطه، النقطه الثانيه، احنا في حد ادنى بنحاول نحافظ عليه بالنسبه للملف الليبي، ايه هو؟ ان الامور ما تتطورش وتتصعب. يعني إن ما كناش نقدر نحل المسألة من خلال المسار الدستوري والمباحثات 5+5 وتشجيع الأشقاء في ليبيا على إن هم يبقى يعني يتفهموا إن مصلحة ليبيا أكبر كتير من أي مصلحة تانية، يبقى على الأقل ما يحصلش تصعيد والأمور تنزلق لمواجهة مسلحة ونرجع للأوضاع اللي كانت موجودة في 2019 و20 وكده. الحمد لله حتى الآن إحنا مسيطرين على ده، مش مسيطرين يعني، لا، من خلال
جهودنا مع الأشقاء ومع المهتمين بالملف ده إن ليبيا على الحد الأدنى لها إنها تبقى في هدنة، مفيش اقتتال داخلي لأن ده أخطر حاجة علينا، ثم العمل على المسار التاني. طب هل الكلام ده ممكن يشهد انفراجة حقيقية لليبيا أو غيرها؟ لليبيا تحديدا كل حاجة ممكنة عندما تخلص النوايا والإرادة، ونحن يعني ما نبقاش قدامنا نفسنا، قدامنا بلدنا، وبالمناسبة ده مش كتير. نقطة تانية فيما يخص الأشقاء في الخليج، أنا عايز أقول لك ودي فرصة إن أنا أوجه الشكر دي من إن هم تحركوا معانا من غير يمكن يعني ونطلب منهم ده صحيح. طيب إحنا بنحاول نعمل إيه من جانبنا بقى؟ بنقول إيه؟ طب ما تيجوا نخلي الودائع دي استثمارات في مصر، وإحنا عندنا مشاريع كثيرة جدا جدا بدل فيها 100 مليون وفيها فرص كويسة قوي، وإحنا بنرحب بالأشقاء كاستثمار مشترك ممكن لو هم لوحدهم ما يقدروش، ما عندناش مشكلة. مستعدين لده. طيب بتقولي طب بكره الدنيا تبقى عامله ازاي؟ سؤال مهم. انا هكلمه سؤال ملوش اجابه بالسياسه، هو ليه اجابه بعلاقتي مع ربنا سبحانه وتعالى. انا مش قلقان ابدا. مش ايه؟ ابدا. ليه؟ هو مطلع علينا. لو احنا مخلصين واحنا امنا واحنا شرفة نتحاسب. لو مش كده ربنا يستر. سيادة الرئيس، عندي بعد إذن حضرتك كذا نقطة محتاجة ناس. إثيوبيا أعلنت عن الملأ الثالث، إحنا هنعمل إيه؟ ما هو الجديد في هذا الملف؟ جزئية تانية لها علاقة مباشرة بالشأن الداخلي، لجنة السداسية لتسعير البترول على وشك انعقاد وإصدار قرار ليها. حضرتك تتوقع أو إحنا ننتظر ارتفاع الطاقة والبنزين الفترة القادمة؟ لجنة التسعير أكيد أكيد في اعتبارات إن إحنا مش ضاغطين على الناس قوي، لكن كمان لازم تعرف إن إحنا قدرتنا على دعم المحققات بالطريقة دي، إحنا كنا عاملين الموازنة 60 70 80 90 ماشي، يعني نقدر إن إيه نصد كده، لكن أكتر من كده 120 130 150 كتير، لأن أنا ما أقدرش أقول اللجنة هتوصل لنا ده تقدروا هم فني ومالي وحاجات اخرى، لكن احنا بتكلم كقرار سياسي حريصين على ان الموضوع ما يبقاش ضغط على الناس. يعني مش هقول لك يعني اذا كان لتر البنزين $2 $2 مش معقول طبعا هيبقى هنا كده ولا نص كده حتى. السد ده حاضر حاضر. شوفي عايز اقول لك على حاجه، انا اصلا كلامي مش كتير، كلامي مش كتير، محدش هيقرب من ميه مصر. دي اجابه. دي ايه يا فندم؟ اجابه. ازاي بقى؟ ما احنا بنتكلم بالدبلوماسيه وطوله البال والصبر، وفي نفس الوقت حجم المشاريع اللي بعملها للاستفاده من ميه مصر واعاده تدويرها مره واثنين وثلاثه ده مش موجود في العالم. وانا عشان كده ده يبقى ايه؟ بقول له يا رب قدامك بقى الاخذ بالاسباب. أنا عملت كل ما يمكن عمله، صبرت طولت بالي وأعطيت الفرصة واشتغلت على الحاجات اللي عندي عشان أعظم ما لدي. بس سؤال مرتبط باللي حضرتك كنت أولا، إيه خلال الثمان سنين كان نفس حضرتك تعمله ما عملتهوش وتأمل إن هو يتم إنجازه؟ كل حاجة كل حاجة، بس أنا حلمي كبير أوي أوي، يا رب يتحقق إن شاء الله. الحاجة الثانية، حضرتك بعد 9 سنين من ثورة 30 يوم حضرتك شايفها ازاي؟ ثالث حاجة، هل مردود الحوار الوطني اللي حضرتك اطلقته شايف انه هيجيب ما كنت تأمله؟ طب انا هقولك على حاجة، هتكلم على 30 يوم، وانا قلت الكلام ده واحنا ما عشناش وما زيدناش على انها ثورة لم تحدث بالتاريخ، ولم يتحرك شعب في العالم كله بالأحجام دي لتغيير واقع في مصر ولا في المنطقة ولا في العالم. أنا بتكلم على ملين، أنا كنت مسؤول في الوقت دوت وكنت برصد ده وطلعت اضطرت تصور في كل ميادين مصر، مش القاهرة، اسكندرية، كل حتة،
كل حته. ده موضوع كاشف، كاشف للفكره. كاشف لايه؟ للفكره، يعني الناس اللي المفروض ان هي بتعتنق الفكره دي تقول هو اللي حصل ده ازاي ربنا سمح بيه؟ ازاي يتحرك 30 مليون بني ادم؟ وبالمناسبه هو يتحركوا مره ولا مرتين؟ مره لغايه 30 و26. التاني ده كان تحدي، تحدي من جانبي للناس، مش بتحدى بالناس في مصر وفهمهم للعالم كله عشان يشوف اللي مش عايز يشوف. بيقول لك لا ده تغيير بالقوه. لا لا ده ناس، ده ملايين المصريين خرجوا. فده رؤيتي ليها. اللي حدث في 30 يونيو ده غير مسبوق، ده امر لازم الناس كلها تتوقف، اصحاب الافكار واصحاب العقائد واصحاب ايه ده؟ ايه الناس اللي ليه خرجت كده؟ هي قلوب الناس دي مش في يد بين يد الله ولا ايه؟ مش بيقولوا القلوب بين اصبعين من اصابع الله؟ طب ازاي بقى ربنا يحرك ال 30 مليون دول؟ نرجع تاني لموضوع الحوار. فانا عشان ابقى رديت عليك على السؤال يعني وسمعتكم، احنا اطلقناها وقلنا مش هنسيطر عليها عشان ما حدش يقول ان احنا بنوجهه، لا، عشان ياخد فرصته ونشوف كلنا ونبقى مستعدين كلنا ان احنا نسمع بعض، ان احنا يبقى في ارضيه مشتركه تجمعنا، نتكلم بقى مره مع بعض وتنقد وتقول اللي انت عايزه وانا ارد عليك. وحتى لو انت، حتى لو كان ردي موضوعي ومقنع ومش قابله، انا قابل انك انت ما تقبلوش. ليه؟ لان احنا لا يمكن ابدا هنجتمع على راي واحد، ده مش طبيعي. يعني ان احنا نجتمع لما نجتمع على حاجه واحده، ان البلد دي ايه؟ بلد نحافظ عليها. الحقيقه فندم حضرتك الصناعه مكون اساسي لهذا البلد، الصناعه والزراعه. الصناع الان يشتكون من الاعتمادات، من مستلزمات الانتاج اللي بتقعد بالشهور في المواني، يشتكوا ايضا من المستحقات المساعديه اللي حضرتك خدت قرار بضروره مراجعه هذا الامر. ده نمره واحد. نمره اثنين يا فندم، حضرتك اوصيت بضروره دعم الصناعه الوطنيه في اكثر من حوار واكثر من خطاب. انا النهارده بسال سؤال يا فندم، صناعه البلد، اقتصاد البلد، المصانع الاستراتيجيه اللي في البلد، معايير تصويتها ايه؟ اذا كان مصنع بيكسب وممكن تجي له عثره يا فندم، الا نستحق زي شركه الكوك وغيرها من الشركات، الا يستحق بالفعل ان تكون هناك لجان من الدوله تقيم بدل من استشاري خارجي يجي وفقط يقول كلمتين، وانما حضرتك استراتيجيتك ان احنا نلم البلد. انا هقول لك على حاجه. اولا احنا حريصين على ان احنا مستلزمات الانتاج دي ما تتوقفش ابدا، وده كلام مش سياسي، لان احنا ما نقدرش نتحمل ان المصانع دي تتوقف والناس اللي فيها يبقوا في الشارع. ما نقدرش نعمل ده. واللي احنا اللي قلنا عليه ده بننفذه. وعايز اقول لك على حد ادنى من الارقام، ان 4 مليار دولار هي الدكتور مصطفى. مستلزمات الانتاج 54 مليار في السنه، يعني زي ما حضرتك بتقول 4.5. احنا حريصين ان احنا نستمر بيهم، مش حريصين كلام، لا ده حريصين باجراءات والدنيا ماشيه. بس انا عايز اقول لك على حاجه. الازمه اللي موجوده في العالم كله، وسلاسل التوريد مأثره على حاجات كتير. حتى يعني عايز اقول لك، حتى المصانع اللي احنا تعاقدنا عليها من 3 4 سنين في بعضها متاثر بان الحاجات ما بتوصلش لغايه دلوقتي نتيجه ده. لكن كدوله وفتح الاعتمادات لمستلزمات الانتاج والسلع الاساسيه، ده ما فيش فيها كلام. النص الاولاني، النص الثاني، انت قلت على المصانع. اوعى تفتكر ان في فرصه وهن ايه؟ دي نقطه. النقطه الثانيه، ثبت ان اداره القطاع العام والحكومي مش هي اكفأ حاجه. صح. القطاع الخاص حريص على ماله، قاعد عليه، بيطور في نفسه، هيقلل من تكلفه التشغيل عشان يبقى منافس. يعني لما يكون في ملف زي اللي هو بتاع الكوك اللي انت بتتكلم عليه، لا انت من حقك انت تقول ايه؟ تعالوا نقعد مع المعنيين بالموضوع وتعمل حلقه او اتنين وتسمع وتقول. ليه بقى؟ لان احنا عايزين دايما رسائلنا للناس تتسم بالموضوعيه، وكمان تطمنهم ان الامور ما فيش حاجه تانية هتتعمل. يعني لو في مصلحه هنعملها. اذا عشان حاجتين تعملهم، انك انت ترجع صناعه او تعمل صناعه في بلد زي مصر هتاخد وقت كبير ومحتاج دايما القطاع الخاص معاك. الحاجه الثانيه بالنسبه للشركات القائمه، هي في كام شركه ناجحه وكام شركه مش ناجحه، وتكلفه ده علينا كام؟ في توشكا ممكن مع سيادتك
قلت ان احنا اجمالي حجم الاستثمارات في مصر على البنية التحتية كلف الدولة ما يقرب من 8 تريليون جنيه مصري. السؤال كيف نضمن الحفاظ على مشروعات ب 8 تريليون جنيه مصري؟ ده اول شق. الشق الثاني انا اسف جدا، نقدر نطلب ايه من الناس علشان يبقى هم والدولة ماشيين في سياق واحد؟ ازاي نحافظ على البنية الاساسية اللي اتعملت دي؟ البنية الاساسية دي عبارة عن محطات كهرباء، عن وسائل نقل، عن موانئ ومطارات، عن شبكة طرق قومية، شبكة نقل قومية اللي بنعملها 2000 كيلو دول. وده الإجراءات اللي بتتعمل دلوقتي، مش يعني أنا جايب شركات مثلا، يعني لما أجي هشغل مترو الأنفاق ما بشغل اللي هشغل، بدي تسعير معين وبقول للشركة شغل ده حافظ عليه طبقا للعقد، وشركات عندها الخبرات اللازمة للموضوع. اولا احنا بنشكر حضرتك تاني وتالت ورابع على انك بتفسح لنا صدرك ومتحملنا. نحن لدينا مشكله كبيره في الصناعات المتوسطه والصناعات الصغيره. من ثلاث سنين كان بشوف ال موضوع الاراضي الصناعيه واتاحتها للناس وكده، فكان كل ما نسمع نتكلم مع الناس يقول لك ايه، وفروا لنا اراضي صناعيه نشتغل، وفروا لنا ايه، انا اخشى ان احنا دايما يبقى فهمنا السابق حاضر دايما في توصيفنا للواقع، ننتبه للنقطه دي. طيب فانا قلت لهم ايه، طيب انتوا وفرنا على مدى 4-5 سنين اراضي كتير، ما تيجي نشوف ايه اللي اتعمل. نزلنا الجن على 30 مليون متر، تفتكر لقينا كم من ال 30 مليون دول خلصوا؟ 10 مليون، يعني 50% كويس. 3 مليون 3 ايه؟ 3 مليون 10%. فانا قلنا ايه، خلوا بالكم واحنا داخلين في مجال تاني، قلنا ايه، هنعمل احنا مجمعات صناعيه. المجمعات الصناعيه دي تخليك كمستثمر صغير عايز تشتغل، ما تخشش في متاهات تدبير ارض وترفيقها، ورغم ان الدوله كانت بترفق الارض يعني وترفيقها، ثم تخش انت بقى في اجراءات مع الدوله عشان تعمل اجراءات التراخيص دي. قلنا لا، احنا هندي الارض، هندي المصنع فاضي ومعاه كمان فرصة قرض يجيب لك المكن، ومش بس كده، لا لو انت كمان عايز تعرف بعض الافكار اللي ذات دراسات جدوى ممكن تشتغل. وعملنا كم منطقة، خلصنا 9 مناطق خالصة زي ده كده، يعني خالصة زي المنشآت ديت، الهناجر موجودة، الطاقة الكهربائية، الامن الصناعي، كل ما يلزم من اجل اطلاق مشروع فيها. شوف المسار من فكره لغايه لما تطلع مشروع ناجح مشوار صعب قوي. الكلام ده بقاله سنه احنا مخلصينه، مش كده؟ اعلنا عدد كبير ونشغل، لكن احنا نروح ايه، ناخد برضو زي ما احنا موجودين كده مع بعض، ننظم لهم المحسن المشوار لغايه المناطق الصناعيه دي تشوفوها، ويشوفوا الناس اللي شغاله فيها هناك. وبعدين برضو انا مستعد اسمع طرح تاني على لو في مشاكل تاني. هقول لك مسار منك انت تبقى عندك فكره في دماغك وتتصور جدارتها وانك تنفذها بالفعل، مشوار صعب قوي. مشوار ايه؟ ده مش معناه انك ما تسالش وما تنتقدش، بس روح. حقيقة كريم، النموذج اللي شفناه في شربين هو نموذج للاسر المصريه، وانا ابن قريه عارف يعني ايه اهميه هذا المشروع لينا في القرى. الناس عمرها لا دخل لها ميه كويسه ولا صرف ولا طرق كويسة ولا فهذا المشروع أتمنى ألا يتأخر رغم الظروف الدولية والمشاكل، أنه يستمر المراحل بتاعته زي ما سيادتك وعدت الشعب المصري. احنا كنا هدفنا ان احنا نخلص في سنة ونص، وفتكروا كلامي كويس، انا قلت ساعتها انا بتمنى ان احنا نخلص البرنامج ده في 3 سنين، واتمنى ذلك رغم صعوبة. وقلت ليه؟ قلت لان احنا التخطيط اللي موجود على الارض هو تخطيط مش منظم، واحنا هنخش نعمل دولة هتشتغل على الأرض فهتقابل ده، لأن احنا حجم الطلب على المواد اللي بتستخدم في البرنامج ضخمة جدا في كل المجالات، محتاجة مواد، المواد دي عليها ضغط دلوقتي، والسلاسل الإمداد فيها مشكلة، فالموضوع هيطول مننا في الموضوع ده 6 شهور. طب احنا هنعمل ايه؟ المرحلة الثانية بعد ما نخلص الأولى ولا مع بعضهم؟ مع بعضهم. يبقى أنا النهاردة حتى لو كان في تأخير نتيجة الظروف اللي احنا بنتكلم عليها ديت،
لكن دي لازم توقف في المرحلة الثانية والثالثة إن شاء الله. شكرا جزيلا سيد الرئيس. عمرو عبد الحميد قناتك. بالتأكيد العالم كله يعيش الآن في أعقاب الأزمة الأوكرانية حالة من الاستقطاب الشديد التي ربما لم يسبق لها مثيل منذ الحرب العالمية الثانية. أين نحن من حالة الاستقطاب؟ شوف أنا هقول لك على حاجة. إحنا بنحاول في ظل اللي أنت بتتكلم عليه ده كله والأوضاع الصعبة ديت إن إحنا ندير سياسة فيها كتير من التوازن، يعني بعيدا عن المسارات ديت، بعيدا عن الاستقطاب ده، لأن دي مرحلة صعبة جدا جدا على العالم، وبالمناسبة هي غير واضحة غير واضحة. احنا علاقتنا طيبة بالجميع، ولما بنيجي لينا تحرك في حتى في الأزمة دي بنقول إن المسار الدبلوماسي والسياسي وإيجاد حل للأزمات بعيدا عن العمل العسكري أمر مهم. ده موقفنا باختصار شديد، باختصار شديد إحنا بنقول سياسة متوازنة بعيدا عن الاستقطاب، بعيدا عن الاستقطاب. إنجازات عظيمة جدا وغير مسبوقة في مجال الزراعة رأيناها جميعا بشكل أسعدنا جميعا وأبهر العالم أيضا في ضوء ما كتب ونشر في صحف العالم. هل من المنتظر خلال السنوات القليلة القادمة في ضوء هذه الإنجازات المتواصلة أن نشهد اكتفاء ذاتيا في عدد من السلع الاستراتيجية؟ أنا هقول لك على حاجة. إحنا كان في وزير الزراعة كان ليه عرض المرة اللي فاتت وكل بنتكلم على إن إحنا اكتفينا بالفعل من عدد من السلع الأساسية، وكنا بنتكلم ساعتها على الرز، بنتكلم على السكر والخضروات والفاكهة والألبان والدواجن و السمك والسكر. السكر فضل 10%، القمح لسه شوية. نتمنى في خلال السنتين الجايين دول نكون حطينا أكتر من 1,000,000 فدان إضافيين على البيوتر ده، ده يدينا 2.5 مليون 3 مليون طن قمح يساعدنا على ان احنا نبقى قادرين نتحمل الظروف اللي موجوده فيها، ثم بنشغل الناس اللي موجوده في المصحات. فاكتفاء ذاتي بالمطلق ده صعب، لان على سبيل المثال احنا الزيوت اللي بنجيبها 90% من الزيوت المستهلكه في مصر بتيجي من الخارج، وبنواجه فيها مشكله دلوقتي. ليه؟ لان طبعا سلاسل التوريد وتكلفه النقل، وفي بعض الدول محجمه على ان هي نتيجه الظروف اللي موجوده ديت وعدم اليقين الواضح بالنسبه لهم ان هم يعني يفتحوا الغود بشكل ايه. لكن عندنا مشكله في الموضوع ده دلوقتي. لا يعني سبب انت مين موجود؟ طب انا الزيت هم بالطبيعه زي ما حضرتك قلت كده احد المشاكل الرئيسيه الزيت، ولكن بتوجيهات حضرتك الحمد لله واحنا واقفين دلوقتي عندنا 5.7 شهر اكتفاء ذاتي زيت. هذا لا يعني ان الزيت ارتفع، اكتر سلعه ارتفع في كل السلع الأساسية هو الزيت بتاع الطعام. 20 لتر في كوسكو، وكوسكو ده أكبر تشين رخيصة $100. تاخد جيركل كده 20 لتر زيت بكام؟ $100. شوفوا وادخل كام بكام؟ كان $20، بقى $100. ده يعني أكن اللتر $5. طبعا مش هضرب ولا هجمع ولا حاجة، احنا اللتر لغاية النهاردة عندنا حر ب36 جنيه، واحنا في التموين 8 من 10 ب21 جنيه، وخليناه 23 جنيه من شهر ونص. وزي ما سيادة الرئيس قال فعلا ورئيس الوزراء ماسكين كده اهو عشان ما تفرضش الاسعار. ايه تاني؟ وانا عايز اقول حقيقة مهمة جدا، اذا كان في وعي حقيقي وفهم صحيح في مصر حضرتك السبب المباشر فيه. الاعلام يا فندم هنا مطلوب منه ايه؟ يعني على مدار الساعه والثانيه وحملات من التشكيك والاكاذيب والتشويه والتحريض، وكان ما فيش في العالم غير مصر هي المتضرره من الازمه العالميه. اشكرك يا فندم. شكرا جزيلا. الكلام اللي لكم اللي بقوله دايما في كل لقاء بقول ايه؟ بقول يا جماعه انتبهوا ان انتم عايزين يعني يكون عندكم رؤيه واضحه، وانا مستعد اوفرها. وانا بالمناسبه اي حد يخش على موقع بتاع رئيس الجمهوريه كل الموضوعات اللي بتتكلموا فيها ببياناتها موجوده، كل الموضوع. طب في مشاكل ممكن، انا موافق، تعالوا نشوف اللي موجود مع المشكله مع المختص ونتحرك فيه. بالمناسبه مش مطلوب خالص ابدا انك انت كلكم يعني ان حد فيكم يتكلم بشكل ايجابي عشان يدعم حد. انا عايزك تشوف الحقيقه وتقولها للناس،
طيب فاذا النهارده رد عليك هو بناء فهم حقيقي لقدراتنا والتحديات هو ده اللي هيخلي المواطن اللي موجود في الشارع مستعد يتحمل، وبالتالي بتتكون حصانة وبتتكون مناعة بشكل أو بآخر لدى الناس من الحراك ده. ده موضوع تاني، أنا بتكلم إحنا أسبابنا إحنا كمسؤولين إن إحنا نتكلم بالصدق، وإحنا كإعلاميين نتكلم بالفهم، يبقى أنا أتكلم بالصدق وإنت تتكلم بالإيه؟ بالفهم. حضرتك وجهت أكثر من مرة على مسألة تطوير العقار، ويمكن دكتور مصطفى مدبولي بالطبع عنده أرقام على المخزون العقاري المصري اللي موجود، يعني صح تعبير انفنتوري. إمتى هنبدأ نشتغل على تصدير العقار وبالتالي جلب عملات أجنبية للداخل؟ طيب أنا عايز أقول لك إحنا إيه يعني أولاً مع المطورين إحنا عاملين شكل من أشكال الشراكة، أقولها لك يعني أنتوا أكيد تعرفوها أو تسمعوها يعني. بنقول لهم احنا هنوفر لكم الارض وانت اشتغل واديني حصتها عينيه وانا مش هبيعها قبل انت ما تبيعها. بقول له ايه؟ خش ابني مدينه، المدينه دي يبقى فيها 100,000 وحده سكنيه، بيع انت ال 50,000 او اللي هنتفق عليه يعني حصتك زي ما انت عايز، وحصتي انا كدوله عشان ما نفسكش وعشان ما اخليش السوق بالنسبه لك يبقى فيه عرض زياده عن اللزوم، بيع انت الايه؟ الحاجه بتاعتك ودينا انا حسيت عينيه. وساعات بنقول له ايه؟ بيع الاثنين، لو انت شايف انك انت عندك فرصه بيع الاثنين بيع الاثنين، وحسبنا احنا على يعني نتحاسب على كده. حولت الارض بتاعتي القيمه وحولت الشكل المعيب لارضنا اللي في كل حته فاضيه كده الى منشات ومدن وزي ما بنشوف يعني. طيب امتى تبقى انت منافس للسوق العقاري في العالم؟ ده مشوار كبير قوي. ليه؟ يا ترى انت بنيتك الاساسيه كانت مستعدية انا بقى راجل عايز اخد مكان اقعد فيه همشي بالزحمه اجي في مطار من اي كلام المينا مش عارف عامله ازاي الكهرباء بتتقطع عقبال ده ما اتعمل وتشكلت قناعه لدى العالم ان البلد دي بتتغير خلي بالك من البوظه البلد دي بتتغير في كل المجالات اللي تخليني انا كمواطن لو عايز ليا مكان اقعد فيه اجي اعمل فيه. هو قبل كده كان مسار التطوير العقاري مش كانت كرة على الساحل الشمالي وكرة على البحر الاحمر ولا ايه دكتور مصطفى؟ ده مش مسار عقاري للي بره. انا كمواطن جاي اخد عايز اعيش في مدينه مش في قريه مقفوله تقفل عليا شهرين ثلاثه بالسنه او اربعه حتى وبقيه السنه ما فيش. لا انا عايز احس ان المدينه دي موجوده واعيش فيها واجي فيها في اي وقت وفيها حياه. فازاي هتبني الانطباع بتاعك؟ انت بلد ذات شأن ولا لسه؟ ها؟ لا لسه. مساء الله.